كانت الجزائر من حيث احتياطيات النفط والغاز كبيرة، لكنها لا تزال غير مستكشفة نسبيا، لا سيما في جنوب وغرب وشمال البلاد وفي المنطقة البحرية. وذلك هو السبب الذي جعل تكثيف جهود الاستكشاف في صميم استراتيجيتنا، وفرص الاستثمار مفتوحة لشركائنا خاصة الأوروبيين. ونحن إذ نقوم بتكثيف جهود الاستكشاف لزيادة احتياطاتنا، فإن ذلك ليس فقط لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسوقنا المحلية، بل أيضا من أجل تعزيز مكانتنا كلاعب نشط وموثوق في الأسواق الإقليمية والدولية. ولعل أفضل تعبير عن هذه الإمكانات الهيدروكربونية هي تلك الاكتشافات الحديثة في الغاز الطبيعي.